يقول أنا رجل لا أستطيع أن أحج بالإحرام لأنه يضايقني كثيرا بأشياء لا نود ذكرها، هل يصح أن أحج بملابسي العادية وهل هناك فدية؟ أرجو توضيحها جزاكم الله خيرا. الواجب على المحرم الذكر أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء، فإن احتاج إلى لبس المخيط لمرض أو لآفة يحتاج معها إلى لبس المخيط فإنه يلبس ويفدي الفدية المخيرة وهي صيام 3 أيام أو ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين.